ويعتبر من المشاريع الاستثمارية النموذجية في مسيرة الاستثمار في محافظة ميسان، يقع على مساحة 652 دونم، وإن شاء الله أنه يعتبر دفعة مهمة وحقيقية لحاجة أبناء محافظة ميسان للسكن. طبعا أن هناك مشاريع أخرى في قطاع السكن، تقريبا أكثر من 5 أو 6 مشاريع في محافظة ميسان، لكن هذا المشروع هو مشروع مهم، أحيل إلى شركة العز للمقاولة، تعتبر من الشركات الجيدة في تنفيذ مشاريع السكن والمشاريع الاستراتيجية الأخرى، وهذا راح يكون إضافة عمرانية وخدمية لمحافظة ميسان. مشروع الإسكان الوطني اللي تقريبا 3018 وحدة سكنية على مساحة 652 دونم لإنشاء وحدات سكنية تغطي جزء من الحاجة لمحافظة ميسان. هذا المشروع من المشاريع المهمة والاستراتيجية. مساحة إجمالية تقريبا 1,630,000 متر مربع، مخطط إنشاء مجمع سكني متكامل شامل لجميع الخدمات والبنى التحتية المطلوبة وفق أحدث تصاميم المجمعات السكنية الحديثة، راح يشتمل على ما يزيد على 3,000 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 200 إلى 400 متر مربع للوحدة السكنية الوحدة. راح يشتمل أيضا على مجموعة من المدارس والمرافق التعليمية، المراحل المختلفة للدراسة راح تكون مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة، وأكيد راح تكون مناهجها متوأمة مع مناهج المدارس العالمية المعروفة. قطاع السكن قطاع مهم وحيوي، وبالأخص محافظة ميسان تحتاج إلى هذه القطاعات. لاحظنا بالفترات السابقة تم وضع حجر أساس لبعض مقاطع الاستثمار، إلا أنه نجد هناك تلكئ وبطء في التنفيذ. نأمل إن شاء الله من شركة العزة هذا اليوم، وهي شركة معروفة وهي أحد الشركات المنتمية إلى قطاع اتحاد المقاولين، لنا دراية وعلم كامل بهذه الشركة ومديرها المفوض الدكتور عقيل الجميلي.